في كل بلاصة أميمة كتكون على حسب البلاصة بالنسبة للقراية كنكون أميمة ديال القراية مع صحاباتي أميمة ديال صحاباتي ما في السبور خاص تكون أميمة واحدة أخرى اللي كتخرجي بطبيعة لأن الملاكمة ماشي سهلة دونك خاصك تكون تكون زعما قوي في التدريب ديالك وما كتكونش كتستسلم دغيا لأن حتى حاجة ما سهلة دونك خاص ضروري تصبر والمتابرة والخدمه وانا هنا بغيت اميمه اللي في القرايه <applause> <applause> اميمه الطالبه احكي لينا على شنو الاهميه ولا الميزه اللي ممكن يتميز بها الرياضي اللي كيكون واخد واحد التكوين بالنسبه للرياضي خاصو ضروري يكون قاري علاش أه اننا ملي كنسافروا للدول الدول وحده اخرى ضروري خاص يكون عندك لي لونغ ضروري باش تواصل مع دول واحد اخرين تعرف راسك غير شنو غادي تاكل شنو غادي تشرب دونك ضروري خاص تكون واعي واعي مع راسك دونك انا كنقول القرايه مهمه مع الرياضه وما كنشوفش الرياضه بلا قرايه لهذا الحمد لله انا كنتبع المسيره المسيره الدراسيه ديالي والرياضيه ديالي اون باراليل الحمد لله <applause> وانا شديت الباك ديالي في 2014 كنت درت لي فيستي مي ما عجباتنيش ما لقيتش راسي في ديك في ديك لافيليير هذيك دونك ما كملتش درت اون فورماسيون تاع تاع لانفورماتيك ديال 6 موا ابري درت فاكولتي ديال الدروا قريت فيها 2 ان مي ما لقيتش راسي وكنت أش... في شاك اني كنت كندفع المعهد مي ما كانش كيجيب لي رشيد التربيه أه مولاي رشيد للرياضه <مدأ> دونك مور عام مور 3 سنين درت باك واحد اخر <applause> وخديت الباك الثاني ديالي <applause> وليت دفعت للمعهد بقيت مانسيستا على مانسيستي على المعهد باش نقرا فيه باش نكمل قرايتي والرياضه ديالي اون <applause> 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 والحمد لله قدرت <تصفيق> في, <تصفيق> في 2018 ندخل المعهد الملكي مولاي رشيد والحمد لله كإدارة وأساسي عاونوني بزاف باش نكمل المسيرة الرياضية ديالي حيت ماشي سهل باش ديما الغياب ديما في لي كومبيتيسيون في لي ستاج ما يمكنش ما يمكنش دير الموازات لما كانتش واحد المساعدة من الأساسي ومن الإدارة دونك من هاد المنبر بعدا كنوجه لهم تحية وشكرا لهم بزاف والحمد لله دابا أنا في السنة الثالثة وكنا دابا عندي السوتونس ديالي إن شاء الله وان شاء الله كنت نكمل من الماستر ديالي سواء في خارج المغرب وعاد نجي لهنايا سواء هنايا ان شاء الله في المغرب